وقد جاء بلفظ عند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق جمع حلقة. يقول الخطابي رحمه الله يقول كان أحد مشايخنا، انظروا ابن آدم ضعيف ولو كان عالما، الإنسان يعتريه الضعف، فلا أحد يغتر بعلمه ولا بحفظه ولا بفهمه، أنت ضعيف. يقول الخطابي كان أحد مشايخنا يقرأها، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق قبل الجمعة، فيقول لما قرأها قلت إنما هي نهى عن الحلق، قال والله إني من 40 سنة لفي حرج لا أحلق شعري قبل الصلاة. فيقول فدعا لي وجزاني خيرا، قال وكان من المشايخ الفضلاء. نعم، لأنه رجع إلى الحق، ولو كنت عالما ولو كنت شيخا الواجب عليك أن ترجع إلى الحق.